قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلا أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، سائل يسأل: ما حكم التبرع بالدم في نهار رمضان؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لا بأس بالتبرع بالدم في نهار رمضان، وهذا الحكم مبني على حكم الحجامة، والجمهور يرون جواز الحجامة في نهار رمضان، والحجامة تتضمن استخراج دم من الجسم هذا. وتنويها على حكم الحجامة بشيء من التفصيل، أقول بالله تعالى التوفيق: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحجامة جائزة للصائم، ذلك لأن أنسا سئل رضي الله تعالى عنه: يا أنس، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. كذا قال أنس رضي الله عنه. وأيضا ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، جاءت رواية احتجم وهو محرم، ورواية أخرى احتجم وهو صائم، وهما من نفس المخرج. وجمع العلماء بينهما بأن قالوا: لا مانع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم صائم. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فمن العلماء من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه مؤول، أي كاد الحاجم أن يفطر من أجل تسرب الدم في جوفه، وكاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وياكم. أسألك حضرتك تدعي لأخي بفك كربه عاجل غير آجل. الله يفرج كربه كرب كل مسلم. وحضرتك ليه سؤال: كنت أنا في العمرة، وبعدين قبل ما طوف يعني ما أقدم مناسك العمرة، كان في لحمة في سنني فبعملها بالخلة، نزل دم من اللسة، فهل علي أي شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخت المعتمرة المحرمة بالعمرة بين أسنانها شيء من اللحم المتبقي من الطعام المبتلع، جاءت تسلكه فنزل بعض الدم من أسنانها وهي محرمة، هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، بارك الله فيك، فهذا من الشيء اليسير المعفو عنه، ولا شيء عليك، وبالله التوفيق. فأقول بالله التوفيق إجابة على ما ذكر من قبله من ما يتعلق بالتبرع في الدم بالدم في نهار رمضان: لا بأس بالتبرع بالدم في نهار رمضان. يقول: ما حكم نكاح اليد في نهار رمضان؟ هذا مفطر للصائم، لأن فاعله لم يدع شهوته، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيما يذكر عن ربه تبارك وتعالى في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، وهذا لم يدع شهوته، فمن فعل ذلك فقد أفطر وأثم لأمرين: الأمر الأول كونه متعد، والله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو فعل فعلا محرما، وفعله في نهار رمضان فأفطر به، فهذا وجه التأثيم الثاني، والله أعلم.
فعليه إعادة صوم يوم مكانه، وبالله التوفيق. يقول ألو. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جدتي كان لينا سؤال عند حضرتك. هي يعني في موضوع زي ما يكون عاملها أزمة نفسية، لما بتيجي تصلي يا شيخ بتصلي الخمس أوقات في مواعيدها، بس دايما لمؤاخذة يعني بتقول ان هي حاسة زي ما تكون حاجة بتمنحها من الصلاة، تخلي جسمها يترعش، ولمؤاخذة تلاقي زي لمؤاخذة يعني زي حذاء او شبشب على السجادة. حتى لما راحت تصلي في الحرم، راحت عمرة من شهرين، راحت تصلي في الحرم تلاقي حاجة تقول لها ما تروحيش الحرم، انت ذنوبك مش مغفورة. الحمد لله، مأزمها خالص. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ترقي نفسها بصورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تدفل في يدها وتقرأ هذه الصور الثلاث، وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها، والله أعلم، ولا تلتفت لهذه الوساوس. السلام عليكم. يقول: ما حكم الصيام للحامل إذا كان الصوم يشق عليها؟ تفطر وتعيد يوما مكانه على المختار من أقوال العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم، ازيك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك، هو يجوز ان انا اتاجر في الشقق المصيفيه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، هل يجوز الاتجار في الشقق المصيفية في المصايف؟ التجارة جائزة، لكن تحرى أن تتعامل مع الصالحين حتى لا تعاون على شر وفساد، والله أعلم. أما أصل التجارة فيها فجائز، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، الحين على زكاة المال الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا كثيرة، وخصوص زكاة المجوهرات يعني الأحجار الكريمة. الحمد لله أمتلك مجوهرات قدر بزيادة عن 10 ملايين، فالحين هذه مجوهرات أحجار وجزء قليل من الذهب، فأنا الحين من قال لي انها لا تحتسب علي الزكاة، لكن انا تقديريا كل عام يعني طبيعة لنفسي راحة لنفسي ادفع مبلغ يعني، لكن يقال ايضا ان مرة واحدة في الحياة يعني، فارجوك يا شيخ فدني لو سمحت، جزاك الله خير. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما الزينة التي تتحلى بها المرأة، فإذا لم تكن ذهبا ولا فضة فلا زكاة عليها. الألماس وما أطلق عليه الأحجار الكريمة، واللؤلؤ والزبرجد، وكل ما تتحلى به المرأة لا زكاة عليه، إلا إذا كان الشخص تاجرا في هذه الأشياء، فتكون حينئذ الزكاة زكاة عروض التجارة. أما إذا لم تكن المرأة تتاجر في ذلك وتتحلى به فقط فلا زكاة عليه مهما بلغ، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخ، أنا قريت كده حديث بيقول لا يقبل الله صلاة امرأة حتى حاضت إلا بخمار، صحيح؟ انا عاوزه بقى اعرف هنا الخمار مقصود بيه اللي هو الملحفه ولا هو الجلباب وفي خمار ولا ايه بالظبط؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالاخت تسال عن امرين: الامر الاول صحه حديث لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار، والثاني ما المراد بتفسير ما المراد بالخمار؟ فاقول وبالله التوفيق، إن العلماء في حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
بين مصحح له ومضاعف، وأختار القول القائل بأنه فيه مقال ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لعلة فيه. أقول ذلك مع علمي بأن هناك عدد من العلماء ضعفه، ولكن أيضا هناك عدد من العلماء أعلى هذا. وعن معنى الخمار، كل ما يغطى به الرأس، كل ما يغطى به الرأس سواء كان خمارا معهودا كالذي تلبسه النساء المختمرات، أو كان طرحة غطت الرأس، أو كان إشربا واسعا غطى الرأس كله، فالخمار ما غطى عموما، والله أعلم. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. كنت بسأل حضرتك بس لو سمحت، بالنسبة لزوجتي ماشي، نزل عليها دم حيض ماشي من يومين وبعد كده انقطع، فهل مثلا يجوز الجماع بعد الموضوع دوت ولا لا؟ عدتها الشهرية كم؟ حيضتها الشهرية كم يوم؟ حوالي 7 أيام. ونزل من بداية الحيض لمدة يومين ثم انقطع. لا، لمدة يوم واحد. لا يجوز لك أن تجامعها في هذا اليوم، لأنها تعتبر في ثنايا هذه المدة تعتبر حائضا من بداية أيام حيضتها إلى نهايتها، من اليوم الأول إلى اليوم السابع تعتبر حائضا. فإذا طهرت زمنا يسيرا بينها فلا تعد طاهرا بذلك، ولا تستجاز بذلك الصلاة ولا الصيام ولا الجماع. فعليه الرأي المختار هو رأي من قال أن الأيام من بدايتها إلى نهايتها، أعني من بداية أيام الحيض إلى نهايتها، تعتبر أيام حيض، ولا عبرة بالطور الذي اعتراها ساعات أو نهارا أو ليلا، وبالله التوفيق. وما يؤيد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول: دع الصلاة أيام أقرائك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول: رجل جامع زوجته في ليل رمضان ثم استيقظ في النهار ولم يغتسل، ماذا يفعل؟ يتم صومه، ذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. أعيد الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. فعلى ذلك إذا جمع الرجل امرأته ولم يغتسل ولم تغتسل، وطلع عليهما الفجر ولم يغتسلا، فيصوما وصيامهما صحيح، ولا علاقة للصوم بكونهما لم يغتسلا من الجنابة. هذا وكذلك المرأة إذا رأت الطهر من الليل ونوت الصيام ولكنها لم تغتسل، يعني رأت الطهر من المحيض ليلا ونوت الصيام ولكنها لم تغتسل حتى أصبحت، تصوم وصيامها صحيح، وبالله تعالى التوفيق. يقول: ما حكم المسبحة؟ الأولى أن تسبح بيدك على أصابعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح، قيل يعقده بيده في إحدى الروايات، وقيل يعقده بيمينه في رواية شاذ. فعلى ذلك الأولى باليد، لكن إن عجزت عن ضبط الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، إن عجزت عن ضبطها باليد جاز لك أن تستعمل المسبحة ولا مانع منها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز أعرف ما القول الفصل في النقاب. النقاب العلماء لهم فيه وجهان، أعني تغطية الوجه، هل تغطية الوجه
جائزة الواجبة أم أنها مستحبة؟ أختار القول القائل بالوجوب، لأن الله قال في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولأن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومن أمثل ما ورد في تفسيرها أثر عبيدة السلماني أنه غطى الوجه وأبرز العين، أغطى الجسم كله بما فيه الوجه وأبرز العين اليسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وقالت أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى. بس يا شيخ مصطفى حضرتك بلغت الإخوة بس أنهم ينزلوا حلقات حضرتك ولا لسه؟ نعم؟ هم وعدوا بذلك إن شاء الله. السلام عليكم. يقول السائل: أستيقظ مع أذان الفجر في رمضان، ماذا أفعل؟ إذا استيقظت والفجر يؤذن له فلا تأكل ولا تشرب بل أمسك عن الطعام والشراب ناويا بذلك الصيام، فالصيام حينئذ صحيح ولا إشكال، والله أعلم. هذا والحديث الوارد في هذا الصدد الذي فيه: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة ماء فلا يضع يده عن فيه حتى يقضي منها حاجته أو لقمة فليقضي حاجته، حديث ضعيف منكر، ضعفه أبو حاتم الرازي حكم عليه بالنكارة. وربنا يقول في كتابه: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمؤذن يفترض أنه يؤذن عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعلى ذلك الأئمة الأربعة على أنك إذا أذن المؤذن لا يجوز لك أن تأكل وإن كانت اللقمة على فيك، والله تنزلها، والله أعلم. يسأل السائل عن يوم الشك ما هو؟ طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى العدل؟ نعم. ربنا يبارك فيك. لو سمحت بس أنا عندي 6 أسئلة هقولهم إن شاء الله حضرتك تجاوبني بعد ما أنتهي. تفضلي. أول سؤال: ما الفرق بين رجل إخواني ورجل سلفي ومن نتبع؟ السؤال الثاني: أنا بفضل الله مداومة على صلاة قيام الليل دائما لمدة 3 سنوات متواصلة يعني أو أكثر بفضل الله، يعني بدون أن أنقطع يوما واحدا. وأنا أسأل يعني عن الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة يعني اللي يسألوا عن عبادتي، فالشاهد يعني في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنا يعني ماذا أفعل؟ هل أنقطع يعني مثلا يوما أو يومين ثم أكمل طوال العمر؟ لا لا لا، اصبري. أنت تقومي الليل طول الليل ولا بتقومي وتنامي؟ أنا طب ممكن بس حضرتك معلش تجاوبني عشان مستمع حضرتك بعد بس ما أنا لازم أسمع السؤال. أنت تقوم الليل كاملا أو تقوم بعضا؟ لا أنا بقوم الليل كاملا. كاملا من العشاء للفجر؟ لا مش كاملا إلى الفجر يعني، بصلي بفضل الله كل يوم 11 ركعة. طيب مش كاملا يعني. نعم. طيب ماشي إن شاء الله أقول الأسئلة الباقية. السؤال الثالث: هل فوانيس رمضان بدعة وهل هي حرام أم حلال؟ السؤال الرابع: ماذا أفعل إذا كان بعض الناس يقولون لي أن عينك في لباس النقاب فتنة؟ يعني في ناس كتير جدا بيقولوا لي كده، حتى اخت نصرانيه كمان قالت لي كده، فانا يعني اعمل ايه؟ غطي وجهك، غطي عينك اذا كانت العين فتنه. يعني مثلا لو انا غطيت كمان عيني خالص؟ ما اذا كانت عينك فتنه لازم تغطيها، تفتني الناس، يرضيك تفتني الناس. ها لو سمحتي في سؤال تاني: امي لديها مكتب تقوم بتاجيري، هل عليه زكاه؟ والسؤال الاخير جزاك الله خيرا: هل يجوز ان اخذ المال الذي اعطتني امي اياه في يوم ميلادي بنية أن أتصدق به يعني على الفقراء وهكذا، أم إنه لا يجوز لأنها طبعا بتدهال بنية إن هو يوم ميلادي؟
جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأخت عن الفرق بين الشخص الإخواني والشخص السلفي. يا أختي دعك من هذه المسميات وحريصي على ما ينفعك. أنت مسلمة، تعلمي كتاب الله، تعلمي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا اسلكي سبيل الصحابة رضي الله عنهم وسبيل التابعين لهم بإحسان، ولا عليك مما وراء ذلك، فلم نؤمر إلا باسم الإسلام. قال تعالى وسماكم المسلمين من قبل. هذا. والأخت تقول إنها تقوم الليل من فضل الله عليها، وأسأل الله أن يديم عليها هذه النعمة وعلى المسلمين وعلينا. تسأل أنها تقوم من الليل بإحدى عشرة ركعة، فهل هنا تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني وبين فعلها؟ ليس هناك تعارض أصلا، لأن الصحابي قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، أن يقوم طول الليل، وأنت ما قمت طول الليل، أنت صليت 11 ركعة، فأنت على خير وعلى سنة بارك الله فيك، فلست معارضة لحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني، إنما ذلك الذي يقول أنا أقوم الليل ولا أنام يعني بصورة مستمرة لا ينام في الليل. تسأل عن فوانيس رمضان، اشتري فوانيس رمضان كما شئت لك أو لأطفالك فلا بأس بفوانيس رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت الشيخ مصطفى، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة وبخير وعافية. كنت حضرتك قلت على الذهب، على زكاة الذهب، يعني الحديث النبوي الشريف، لكن انا يعني احنا كنا قرينا ان في النصاب اللي هو 83 او 84، فكنت عايزه اسال هل الزكاه على بعض النصاب ولا على كل الذهب الموجود سواء ملبوس او غير ملبوس؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فالاخت تسال عن الذهب الذي بلغ النصاب وزاد، هل الزكاة على الزيادة أم على الذهب كله؟ بمعنى مثلا إذا قلنا إن نصاب الذهب عيار 21 هو 97.2 من الجرامات، فبلغ ذهبها 100 جرام، هل تخرج عن الاثنين جرام والكسور أم على المئة كلها؟ بل الإخراج على المئة كلها بارك الله فيك، إخراج على المئة كلها. أما الأخت التي تسأل عن كون عينها فتنة إذا لبست النقاب فلتغطي عينيها، تسدل سدلا خفيفا عليها. أما المكتب الذي يؤجر هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، إنما إذا بلغ المال النصاب استقلالا أو بضميمته إلى غيره، ومر عليه سنة، مرت عليه سنة من بلوغه النصاب فيزكى بعد السنة، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أعطتني، أو السائلة تقول أعطتني أمي يوم عيد ميلادي مالا، هل يجوز أن أخذه وأتصدق به للفقراء أو أنه لا يجوز لي أخذه لأنه كان يوم عيد الميلاد، وعيد الميلاد ليس بوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول نعم، الاحتفال بأعياد الميلاد أمر محدث لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولكن إذا أعطتك أمك مالا فخذي، تمولي، افعلي به ما تريدين مما يقربك إلى الله، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا السائل يسأل عن يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ هو اليوم المتمم للثلاثين من شعبان الذي لا يدرى أيكون واحد رمضان أو يكون المتمم للثلاثين من شعبان، فنحن نشك فيه يوم 29 ليلا، نشك هل غدا رمضان أو غدا
30 من شعبان. فمن الناس من يقول أصوم احتياطا هذا الذي نهي عنه، فلا يجوز صوم يوم الشك إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم، بمعنى إذا كنت متعودا على صيام الاثنين والخميس ووافق الاثنان يوم الاثنين ويوم الخميس يوم شك فلا بأس بصيامي حينئذ، والله أعلم. يقول هل يجب التتابع في القضاء والكفارات؟ أعني أو يعني السائل امرأة عليها أيام من رمضان، هل يجب عليها أن تقضيها متتابعة أم يجوز أن تقضي يوما الآن وبعد أسبوع آخر يوما آخر؟ فأقول وبالله التوفيق لا يجب التتابع في القضاء، لا يجب التتابع في الصيام صيام أيام القضاء. أما الكفارات فعلى أقسام، فمنها كفارات يجب فيها التتابع وهي التي نص فيها على التتابع، كالمظاهر من امرأته الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فهذا التتابع في حقه واجب بل فرض، لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وكذلك المجامع في رمضان عليه بالتتابع أيضا لما ورد في الحديث، والله أعلم. أما كفارات الأيمان فلا يجب فيها التتابع، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولم يذكر فيها التتابع، وبالله التوفيق. يسأل سائل عن استعمال معجون الأسنان في الصيام. لا بأس أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، ولا بأس أيضا أن يستعمل الصائم السواك ذا النكهة، لا بأس أن يستعمل الصائم هذا أو ذاك هذا. ومن الدليل على ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر فقال في شأن ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، ومما يعلم أن المتمضمض بماء البحر يجد أثر الملوحة في فمه ولا تأثير لذلك على صيامه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا شيخ. بقول لحضرتك أنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في انتظار مولود جديد إن شاء الله في رمضان إن شاء الله. أنا كنت بسأل كيف أسجل مولود الأذان، هل الأذان كامل وأحكام العقيقة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر الله لزوجتك وضعها، إذا وضع المولود عوذه إما أن تقرأ بالمعوذات مع سورة قل هو الله أحد وتدفل وتمسح رأسه وما استطعت من جسده 3 مرات، أو تعوذه أيضا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به حسنا وحسينا، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يعوذ حسنا وحسينا بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول إن أباكما إبراهيم كان عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، فهذه صورة أخرى من صور التعويذ. أما الأذان في أذن المولود والإقامة في اليسرى فالسند بذلك ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، هو يوم الجمعة إن شاء الله الخروج عشان نصرة الإسلام، هل هو فرض عليا واجب فرض ان انا لازم اخرج ولو ما خرجتش اقسم وكده ولا ليس بفرض؟ ذلك ليس بفرض عليك ان تخرج يوم الجمعة المقبل. واهيب باخواني الذين ارادوا الخروج ان يرفعوا راية لا اله الا الله، دعكم من الرايات الوطنية والعصبيات الجاهلية، انما لتكن الهمة
إقامة شرعة الله في الأرض، ومما يتأسف عليه أن إخواننا الذين أصدروا هذه البيانات لم يضمنوا مطالبهم تحكيم شرع الله، عفى الله عنهم، ولكني أحسبهم على خير وأظن أن هذا قد فاتهم. فلا بد أن تكون الهوية هي المحافظة على الشريعة وإقامة الدين في الأرض، حتى إذا مات ميت يحتسب موتته عند الله أنه مات لإعلاء كلمة الله عز وجل. فأهيب بهم أن يرفعوا راية لا إله إلا الله ويقدموها على إرادات الشعوب وعلى الديمقراطية والمكاسب التي أسموها الثورية. فراية لا إله إلا الله ترفع، والشريعة أعظم مطلب، وبالله تعالى التوفيق. أما أنت فإذا لم تذهب فلا إثم عليك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. عندي سؤالين. تفضل. أول سؤال، مسألة تداول الشيكات، يعني أكتب شخص ما يعطيني شيك في العمل فأعطيه لشخص آخر، وفي شخص آخر ومعاد التحقيق بعد مدة. هذا إذا يعني تبادل الشيكات، إذا كان هناك ضمان أن الشيك إذا لم يسدد يرجع لصاحبه الأول فلا بأس، أما إذا كان بيعا للشيك فلا يجوز بيع الدين، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني. حاضر. الزكاة، هل يجوز نقل زكاة المال الآن إلى الصومال؟ حاضر حاضر. نعم، يجوز نقل زكاة المال إلى الصومال للحاجة الماسة إلى ذلك، ولكونهم أهل إسلام، فلكونهم مسلمون يجوز نقل الزكاة إليهم للاضطرار الذي وقعوا فيه هذا، وبالله تعالى التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة داعية إلى الخير، ويبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم إخواني وأخواتي، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى الصلح بين الناس، وعلى مكارم الأخلاق بين يدي هذا الشهر المبارك الكريم. بلغنا الله وإياكم هذا الشهر على إيمان وتقى وخير هذا، وأكثروا من ذكر الله مع الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.